دعينا ضيف اليوم لتجربة قيادة سيارة وما كان على علم باللي ينتظره. كل السيارات تتحرك. يلا شباب نسكر الشارع. الحين دخلوا الشاشة. يلا شاحنة. تبديل الإعلان. دراي الشباب. نرحب فيكم مستمعينا. بطل جديد نعرفكم عليه في حلقتنا اليوم، واللي يميز هالحلقة أن البطل يسمعنا الحين وهو متواجد عند الإشارة الضوئية في منطقة ديار المحرق. الأستاذ خليل أو أبو الأيتام مثل ما يحبون ينادون أهل قريته، استحق اللقب كون الأب الروحي لكثير من الأيتام اللي تكفل فيهم ورعاهم ماديا ومعنويا. خليل هو الأخ الأكبر في العائلة، يعني هو الكبير في العائلة، اعتمد اعتماد كلي على نفسه في بداية حياته إلى الحين ما شاء الله أنه يعتبر من أفضل المهندسين في البحرين في مجال عمله. أنا عارف أنه هو من داخل ما في ألطف منه، ما في أحنن منه، حنون، إنسان جدا طيب حنون، أب يعني بمعنى الكلمة، لما ما أحس روحي أنه في علاقة ما بين مدير وموظف، كأنه واحد منا وفينا، يعني متواضع وما قصر، يعني ما شفنا منه أي تقصير، يعني كريم، يعني إحنا نشوفه لما أحد بيسأل أي شيء يريد من عنده ما أعتقد يسأل ليش. مو بس كريم بالفلوس ولا كريم بالمادة، أما كريم بالنفس وكريم بوقته وكريم بحبه. طبعا هو قدوتي، هو كل شيء بالنسبة لي. قبل 10 سنوات تقريبا احنا قاعدين في البيت، خصوصا بعد ما توفى الوالد، قال لي خلينا نسوي شيء حق الشعب البحريني وحق الناس المحتاجين، فجت فكرة الجمعية. اول ما افتتح الجمعية كان يبي يحرص انه يغطي جميع مناطق البحرين وجميع الفئات، ما في فرق بين لا بين جنسية ولا بين ديانة ولا بين كل الاطياف في البحرين احنا نساعدهم. كانت الجمعية طبعا خاصة بمساعدة الاسر المتعففة، بس هو في 2015 قرر انه يدمج، يصير قسمين عنده، الايتام
والأسر المتعففة. علاقة أبو أحمد مع الأيتام علاقة أب روحي، يعني ما يحسسهم أبداً أن أنا رئيس جمعية، أنا في فروق ما بيننا، ينزل معانا لما نروح مثلاً الملاهي يكون معانا على طول يلعب معاهم. الأستاذ خليل ينظم لنا فعاليات، نحن الأيتام فعاليات ثقافية علمية أدبية، سووا لنا مثلا ألعاب، مثلا سووا لنا فعاليات، أعطونا هدايا يعني كذي. وحتى يقول لهم لا تنادوني أنا رئيس جمعية، نادوني بابا خليل، يعني جدا ما في حاط حدود ما بينه وبين الأيتام، كان واحد نعرف مثلا ولده مثلا، نفس هذا الشعور ما بين الأب والابن. يعني هو من قبل يهتم في مساعدة الناس واليتامى والمحتاجين قبل لا يكون في جمعية. دائما يقول الله يطول في عمري، وقبل الله ما ياخذني من هالدنيا اني انا ابي احقق السعادة لجميع الناس، وابي احقق السعادة للأيتام. الشخص الوحيد دائما اسمعه يقول لا تنسون يا بناتي، كرسوا حياتكم في العمل الخيري، وفعلا نشوف نتائجه في حياتنا الخاصة. هدف الأستاذ خليل ان ما يتم يتيم غير سعيد، أو يتيم يشعر للحين بحاجة إلى رعاية أو سند في حياته. شكراً أبو أحمد على عطائك المستمر، شكراً لأنك أنت أبو الأيتام، وإحنا نتعلم منك وايد أشياء. أستاذ خليل، ما أقدر أعبر عن شكري وحبي وامتناني لك ببعض الكلمات، لأن ما شاء الله أنت سويت أشياء واجد راح تخلد في ذاكرتي وما راح أنتهى بإذن الواحد لأحد. شكرا على كل شيء سويته لنا، واتمنى تسوي اكثر واكثر في الايام الجايه. اشكرك استاذ خليل من كل قلبي لانك انت ان تونسنا وتونس كل يتيم ويتيمه، وتخلينا نشجع حق تفوق وننجح، واحبك واجد واجد واجد. واليتامى ذي يستاهلون أكثر وأكثر. أنا صراحة ما أستاهل، أنا ما أستاهل، رب العالمين هو الذي أكرمني، أنا ولا شيء، كل من عند الله سبحانه وتعالى. هو شعور ما يوصف أي إنسان، إذا الواحد يعني يحس الناس يقدرونه يحبونه، هذا دافع لكل واحد. شكرا لكم واجد واجد صراحة. أبو أحمد أنت كفو، أبو أحمد أنت كفو، خليل أنت كفو، أستاذ خليل أنت كفو، بابا خليل أنت كفو. الأستاذ خليل أعطانا درس في التواضع وبذل الخير بدون مقابل، وعلمنا أنهم مفاتيح لكسب قلوب الناس ومحبتهم، واسمه بيتردد في دعوة كل يتيم مد له يد العون. خليل أنت كفو.